نظام سفر جديد عبر معبر الكرامة، لكن ببعض التعديلات بالتأكيد فيما يتعلق والأمور والبروتوكول الصحي. مباشرة مع الدكتور أحمد أديك من وزارة الخارجية، انضم إلينا في هذه اللحظات عبر الخط الهاتفي. أسعد الله صباحك بكل الخير دكتور. يسعد صباحك. صباح الفل والياسمين. يعني بإجماعات إحنا بنحبه لهذا الدكتور هيك. الله يخليك. يعني إجيت تخففينا شوية دكتور من الضغط والتوتر اللي من الصبح وإحنا نستقبل، سواء كانت بالأخبار المحزنة أو حتى بالواقع الكرمي شوية اللي الصعب. إجمالا في أخبار إن شاء الله راح تكون مفرحة وميسرة للمواطن وللمسافر بوجهته إلى الأردن الشقيق. نعم هذا صحيح كما تفضلت، وهو في الأساس جزء لا يتجزأ من حملة عالمية بشأن التراجع عن إجراءات كورونا، ونسأل الله أن تكون جزء من التعافي العالمي من هذا الوباء وتعبير عن تعافي الشعبين الشقيقين الفلسطيني والأردني من هذا الوباء. كما تابعتم الحكومة الأردنية اتخذت قرار ب إلغاء إجراء فحص البي سي آر المسبق لجميع القادمين إلى أراضي المملكة، سواء عبر المطارات أو من الضفة الغربية أو من أي جهة أخرى إلى الأردن الشقيق. وبقي بالأساس المنصة، مطلوب من كل مواطن أن يسجل على المنصة، وهي أصبحت مجانية. وبالمناسبة المنصة هي مفتوحة 24 ساعة، ومنذ فترة ليست بالبسيطة لا يوجد مشاكل في التسجيل عليها، أصبحت سهلة. المهم أن فحص البي سي آر المسبق وأيضا الفحص على الجانب الأردني تم إلغاؤه، وهذا ساري المفعول ابتداء من 1/23/22. كما أكدنا يستثنى من ذلك أبناء جاليتنا وطلبتنا الذين نقوم بإجلائهم على مدار الساعة من أوكرانيا، حيث يتم إعفائهم على أن يكونوا متوجهين مباشرة إلى أرض الوطن. وهذه مكرمة أيضا أردنية جديدة بأن يتم معاملة مواطنينا نفس معاملة المواطن الأردني. نعم بالتأكيد وكل الاحترام، ونحن بحاجة بصراحة لمزيد من التسهيلات دائما وأبدا. لكن دكتور أحمد، من يتوجه إلى خارج الأردن لا يزال يتحتم عليه إجراء فحص البي سي آر، أليس كذلك؟ إذا كان مطلوبا في الدولة التي يتوجه إليها. هذا يعتمد على طبيعة الشروط والإجراءات والبروتوكولات الصحية في البلد وجهة المسافر الفلسطيني. وعديد الدول ألغت غالبية الإجراءات إن لم يكن جميع الإجراءات المتعلقة بكورونا، وبدأت تفتح أبواب على كل مواطن فلسطيني، وبالضرورة مواطنين خبراء في هذا الموضوع أصبحوا أن يعرفوا الشروط الصحية من أجل دخول البلاد التي يتوجهون إليها، حتى لا يصبحوا عالقين في إحدى المطارات أو على الحدود. نعم، في سياق آخر ربما من باب الإطمئنان مرة أخرى على الجالية الفلسطينية من طلاب، من أهالي، من موظفين متواجدين في الأراضي أو على الأراضي الأوكرانية، هل هنالك أي جديد بخصوص ربما إمكانية أو تمكنهم من الانتقال إلى منطقة أخرى، إلى دولة أخرى، أم لا يزال هنالك البعض متواجد حتى هذه اللحظة على الأراضي الأوكرانية؟ بالنسبة لعملنا قد يكون كل دقيقة أو كل ساعة جديد، لأننا نعمل على مدار الساعة لاستكمال عملية إجلاء وإخراج جميع المواطنين والطلبة الراغبين في مغادرة أوكرانيا. على سبيل المثال فجر هذا اليوم استقبل سفيرنا في بولندا 23 طالب ممن تمكنوا من دخول الحدود الأوكرانية البولندية بعد أن انتظروا 30 ساعة على الحدود في ظل البرد والثلج، وكانت معاناة كبيرة. كما تتابعين أصبحت المعابر الحدودية مع دول المجاورة الأزمة فيها خانقة، وقد يصل طابور الانتظار إلى 94 كيلومتر أو إلى 130 كيلومتر كما هو على الحدود الرومانية. وأيضا دخل 4 طلبة من سلوفاكيا في طريقهم إلى المجر، ودخل
طالبين أيضا صباح هذا اليوم إلى بولندا، وهي بالنسبة لنا عملية مستمرة. لدينا مشكلة حقيقية في بعض المدن الساخنة المحاصرة التي يصعب علينا إيجاد ممر آمن لطلبتنا والأسر الراغبة بالمغادرة من أوكرانيا. نحن نبذل قصارى جهودنا لتأمين سلامتهم، أولا على قاعدة أننا لن نغامر، لن ندخلهم في مغامرة، لأن سلامتهم الشخصية هي الأساس بالنسبة لنا. ما دام لا يوجد ممر آمن، عليهم البقاء في أماكنهم وأخذ الحيطة والحذر وعدم التحرك والتزود بمستلزمات صمودهم وبقائهم في أماكنهم. ونحن نعمل وننتظر أن نتمكن من الوصول إلى ممر آمن نستطيع من خلاله إخراجهم إلى أي منطقة أخرى أو إلى خارج أوكرانيا. يعني نتمنى لهم السلامة، كل السلامة، وأن تبقوا على الاتصال الدائم، وجهودكم مشكورة. الدكتور أحمد أديك مستشار وزير الخارجية، أشكرك دائما وأبدا على هذه التفاصيل والمعلومات التي تزودنا بها. أولا بأول شكرا جزيلا لك، ونذكر السادة المستمعين والمشاهدين بأنه ابتداء من اليوم المغادرة إلى الأردن عبر معبر الكرامة وفق نظام العمل الجديد، وهو السفر بموجب المجانية وبدون فحص الكورونا. من يتوجه من فلسطين إلى الأردن فقط بدون فحص الكورونا وأيضا بموجب المنصة المجانية. صباح الخير وصباح جديد متجدد دائما وأبدا بكل الحب. صباح الخير للزوج الغالي محمد الجلادي، سعد صباحك بكل